أهلا مشاهدينا من جديد، وصلنا إلى آخر محطاتنا اليوم في سيدتي مع فقرة التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم اليوم مشاهدينا من تويتر واحد من أنشط الهاشتاجات في ترند السعودية لليوم تحت عنوان هاشتاج قاضي لمواطنة اقلبي وجهك. خلنا نتابع. استياء تويتري ومطالبات بمعاقبة القاضي في هاشتاج قاضي لمواطنة اقلبي وجهك، بعد رسالة صوتية من السيدة علياء كاظم ناشدت فيها بالتدخل وإنقاذها هي وابنتها مريضة الكلى والتي تحتاج لغسيل يومي بجهاز خاص في منزلها بعد أن تدهورت حالتها الصحية في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ الإجراءات القضائية، وقام بالاستيلاء على منزلها المكتوب باسمها كاملا، وأخل باتفاقه معها بأن يترك لها إحدى طوابق البيت. أتفاجأ، يقول ولدي إنه أبوه قال له إنه اليوم وقف التنفيذ وبكرة حيجي الشرطة يخرجوني من بيتي. سألتكم بالله، أنا ما عندي لا أم ولا عندي أب ولا عندي أحد غير الله عز وجل ثم أنتم، وناشد الملك سلمان الحزم، وناشد الأمير محمد، رجاءً أرفقوا بحالنا نحن النساء، والله العظيم خلاص تعبنا 3 سنين وأنا في المحكمة 3. إذ غردت الهاشمية: يا عضوات مجلس الشورى، أنصفوا أختكم المطلقة في قضيتها وطالبوا بحقها، وفروا لها السكن والمصروف. وقالت خالتي قماشة: يستغل القاضي سلطته عليها، ويستغل الزوج أن أمورها ما تتم إلا بموافقته، كلامها عبارة عن وجع. وأيضا تضامنت المغردات مع علياء في هاشتاج أنصروا علياء، إذ قالت انتصار المالح: يجب فتح تحقيق بقضية علياء وعدم تركها، لا أعلم التفاصيل لكن يتضح أنها مكلومة، حسبنا الله ونعم الوكيل. وأخيرا غردت المغردة خلود السامي القائلة: النساء في بلادي يحتاجون توعية بعدم التنازل عن الممتلكات أو المال للرجل مهما كانت صفته. عزيزتي المرأة، لا تبحثي عن مبرر عن تهاونك واستغلالك. مشاهدينا نترك لكم التعليق، ولموضوع ثاني تحت عنوان كل ما يهم المرأة بكل من يهتم بالمرأة، انطلق في العاصمة الرياض فعاليات ومعرض المرأة السعودية الرابع، وطبعا أكيد التفاصيل مع كاميرا سيدتي ونتابعها في التقرير التالي. تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، افتتح معرض المرأة السعودية في نسخته الرابعة، والذي استمر لمدة 3 أيام في فندق الفور سيزنز بالعاصمة الرياض. طبعا مشاركتنا بالمعرض نقدم لكل شيء يخص المرأة من جمال وعناية بشعرها وجمالها. هذه بداية، يعني بداية كانت جميلة لنا وبالنسبة لنا، وإن شاء الله يعني نتطور فيها أكثر، وأول مرة نشترك في المعرض، فما شاء الله مرة المعرض ناجح جدا، ولنا إن شاء الله اشتراكات في معارض أخرى. الصراحة هذه أول مرة أشارك في البازارات، ومن حسن حظي أنه شاركت بمعرض المرأة السعودية الرابع، وصراحة مشاركة جدا طيبة، وتعرفت خلالها على تاجرات سعوديات ما شاء الله وغير سعوديات خليجيات، وشيء جميل الصراحة، معرض منظم ومرتب الله يعطيهم العافية. بالنسبة للقبعات، عندي قبعات للحفلات، عندي قبعات بعملها كلها شغل يدوي على للحفلات التنكرية، وفي للأعراس طرح بديزاين جديد بألوان حلوة، وكل شيء بيختص بالمرأة السعودية الخليجية. يتيح معرض المرأة السعودية الرابع خاصة في دورته لهذا العام الفرصة لجميع النساء، ليس فقط من داخل المملكة بل من الخليج ككل، لإبراز مواهبهن ومنتجاتهن، إذ أصبحت المرأة الخليجية والسعودية منافسا قويا في تنمية الاقتصاد الوطني بكل ما تقدمه من مواهب وإبداعات وابتكارات. لبرنامج سيدتي، أروى توفيق. إذا
إذا مشاهدينا أكيد حلقتنا انتهت اليوم، لكن أكيد كالعادة كل يوم سيدتي في محطات جديدة متنوعة. تابعونا غدا إن شاء الله، بتكون معكم زميلتي دلال، وتقبلوا طبعا تحيات فريق العمل. في أمان الله.